أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. مشروع قانون سانت ليغو الانتخابي المعدل وفق قاسم انتخابي بنسبة 1.9 والذي سيعود بالعراق في حال إقراره بالكامل من قبل البرلمان إلى العمل بنظام دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة وإلغاء صيغة الدوائر المتعددة المعتمدة في القانون الحالي. وتأتي هذه التطورات غداة جلسة عقدها مجلس النواب في 3 فجرا من يوم 20 مارس آذار الجاري، صوت فيها أعضاؤه الحاضرون على نصف مواد قانون الانتخابات المعدل والذي يرفضه الشارع العراقي بشدة وكذلك التيار الصدري بعد أن فاز بأكثرية المقاعد البرلمانية 73 من أصل 229 مقعدا في انتخابات أكتوبر تشرين الأول من عام 2021 التي اعتمدت نظام الدوائر المتعددة لأول مرة في الانتخابات البرلمانية في العراق. ويستمر الرفض الشعبي لهذا القانون، حيث خرج متظاهرو ساحة الحبوب في الناصرية بمحافظة ذي قار بتظاهرة مؤكدين من خلالها في بيان لهم رفضهم القاطع لقانون سانت ليغو، كما أعلنوا عن اعتصام مفتوح. دعونا نتابع جانبا من بيان متظاهري ساحة الحبوب بالناصرية. بيان ثوار ساحة الحبوب من محل الأبطال وساحة العز والرفض، ساحة الحبوب إلى الأحزاب السياسية الجاثمة على صدر العراق وبالأخص حكومة الإطار، نرفض رفضا قاطعا محاولة كسر إرادة الشعب بإعادة تمرير قانون سانت ليغو، كما ونطالب بإلغاء حلقة السرقة الزاهدة مجالس المحافظات ونسخ الديمقراطية التي تدعونها بتناسي كل التضحيات التي قدمها الشعب في ثورة تشرين من شهداء وجرحى ومغيبين. لذلك ومن هنا نحن ثوار ساحة الحبوب نعلن اعتصاما مفتوحا وعلى الجميع التأهب والاستعداد، ففي حال تمرير هذا القانون ستكون لنا مواقف يعلن عنها لاحقا. الرحمة والخلود للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى والحرية للمغيبين. عاش العراق! عاش العراق! وفي العاصمة بغداد بدأ متظاهرون بالتوافد نحو بوابة المنطقة الخضراء رفضا للتصويت على قانون سانت ليغو الانتخابي. دعونا نتابع هذه الصور التي تناقلها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي هذا اليوم. الآن بدأ توافد الثوار إلى منطقة العلاوي. الآن هؤلاء ثوار بغداد وبعض ثوار محافظات العراقية، وننتظر وصول باقي المحافظات لرفض قانون سانت ليغو. شكلنا سانت ليغو، كلا كلا 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 سانت ليغو. ونستمر مع تفاعل العراقيين حول قانون سانت ليغو الانتخابي، حيث تداول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا آخر لمتظاهرين من أمام المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد وهم يرفضون تمرير قانون الانتخابات سانت ليغو، فلنتابع. ها هم الأحرار من أغلب المحافظات العراقية يقفون اليوم معتصمين من أمام بوابة الخضراء رغم الصيام والعطش والحر، معلنين وبصوت عال رفضهم لإعادة القوانين الانتخابية الغير منصفة والغير عادلة التي يتمناها الإطار وحلفائه، بتحدي واضح لإرادة الجماهير ولتوصيات المرجعية الدينية التي يدعون بها وسطاً. ولنا هنا رسالتان. الرسالة الأولى دعوة لجميع الأحرار من أبناء الشعب العراقي وبالخصوص أهالي العاصمة بغداد للالتحاق بركب المعتصمين، فالتاريخ يسجل. الرسالة الثانية
على أعضاء مجلس النواب جميعاً الالتفات إلى صوت الجماهير الرافضة وإلغاء جلسة اليوم المزمع انعقادها الساعة 8:30 مساءً أو رفع فقرة قانون سانت ليغو من أعمال جلسة اليوم، وبشرط أن تكون علنية ومباشرة لكل يعلم الشعب من مع الشعب ومن ضده. وفي حالة المضي بجلستهم المشؤومة فسيكون للمحتجين خطوة تصعيدية أثناء انعقاد الجلسة، وسيتحمل مسؤولياتها رئاسة مجلس النواب بالتحديد. واستمرت تظاهرات الرافضة لقانون سانت ليغو الانتخابي حتى الليل من أمام المنطقة الخضراء في بغداد. دعونا نتابع هذه الصور المتداولة حديثا على منصات التواصل الاجتماعي. مو تقولون ما بيكم تقبيطه كيه؟ هاي تقبيطه كيه اللي تقولون عليها. تفضل حبيبي تفضل. يقولون الكيه هاي الكيه. مو يقولون مو قنوات الاعلام الولائي يقولون ما بيكم تقبيطه كيه؟ ما بينا مو بويه؟ تفضل تفضل. ونذهب إلى تفاعل العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي وآرائهم حول قانون سانت ليغو الانتخابي. فمنهم من علق وقال على فيسبوك: المواطن خالد غانم قال: دمتم أحرارا وثائرين ومحبين لشعبكم ولوطنكم يا أحرار الوطن ومحبيه. ناهض أبو مصطفى المالكي يقول: سانت ليغو مرفوض من قبل الشعب. أما أحمد فيقول: رافضين هذا القانون الظالم رفض قاطع الذي فصلته الأحزاب الغاشمة كما أسماها على هواهم ومصالحهم الشخصية. أما الحاجم فقالت: يقولون الشعب مصدر التشريعات وهذه كذبة، بل مصدر التشريعات هي الأحزاب. ونقول: اقرأ على البلاد. السلام. نعم، إذن مشروع سانت ليغو المعدل وفق قاسم انتخابي كما أشرنا في بداية الحلقة بنسبة 1.9 سيعود بالعراق في حال إقراره بشكل كامل. طبعا البرلمان قبل أيام أقر نصف مواد هذا القانون، يعود به إلى العمل بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة وإلغاء صيغة الدوائر المتعددة المعتمدة في القانون الحالي. معنا اتصال أبو سمية من الأنبار. أبو سمية، في حال إقرار هذا القانون، يعني عودة الانتخابات بشكلها السابق وفق قانون سانت ليغو، برأيك ماذا سوف يؤدي؟ وهناك رفض شعبي لعودة هذا القانون. اهلا بك. السلام عليكم. رمضان مبارك والله يتقبل الطاعات. رمضان مبارك على الجميع. علينا وعليكم يا رب. السيد الكريم، هذه الاحزاب التي تبدل اقنعتها او تبدل جلدها كل دوره انتخابيه تريد ان تبقى مهيمنه على كل المقاعد. وكل قانون يدعم الديمقراطيه ويحاول ازاحه الفاسدين القدامى تحاول هذه الحكومه إزاحته. فإن الأصوات الحرة التي تحاول أن تتسلل إلى البرلمان تلاقي مقاومة شديدة. سيد الكريم، هذه الحكومة تقول: نحن حكومة ديمقراطية فيدرالية، لكن أتحدى أي كتلة أن تكون معارضة داخل البرلمان. الكتلة المعارضة داخل البرلمان يعني أن هناك حرب في الخفاء على هؤلاء الذين يعارضون. فمختصر مفيد، إقرار قانون سانت ليغو يضيق الخناق على كل صوت حر ويبقي الهيمنة والسيطرة للأحزاب المتنفذة الطائفية التي تدعم من إيران. فخلاصة الموقف على هذا الشعبي أن يفهم أن هذا القانون إذا أقر وإذا أقر ما بعده فإن الحكومة سائرة نحو الدكتاتورية والطغيان. وشكرا للبرنامج. أبو سمية من الأنبار كان معنا. نذهب إلى ملف آخر وهو ملف ارتفاع أسعار السلع الغذائية وما يتداوله العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ونبدأ دعونا نبدأ من محافظة البصرة، حيث طالب مواطن عراقي من هناك
الجهات المعنية بإيجاد حل لارتفاع أسعار الدواجن والمواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك. دعونا نتابع ما قاله هذا المواطن من البصرة. إلى وزارة الداخلية وإلى الأمن الوطني، انقذوا الفقراء من جشع التجار. فوق ما يعاني اليوم الفقير من غلاء الأسعار وصعود سعر الدولار، اليوم بمناسبة قدوم شهر رمضان التاجر صعد الأسعار ضعف. روحوا تابعوا العلوات وشوفوا الأسعار قبل رمضان والأسعار اليوم. الدجاجة قبل شهر رمضان وزنها 2 كيلو كانت تنباع ب 5000، اليوم كيلو الدجاج وصل 5000 و6000، واستغليه شهر رمضان على الفقراء. وكل احنا نعرف اليوم الفقير الدجاج يمكن اللي يقدر يشتريه. نبقى مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية وهذا الملف الحيوي والذي يعني يهم الشعب العراقي. نذهب إلى محافظة ذي قار، حيث شكى مواطن من هناك ارتفاع أسعار لحوم الدجاج خلال شهر رمضان بشكل جنوني، فلنتابع. اليوم كنت اروح اشتري دجاج، فسالت ابو الدجاج، السلام عليكم اخي. وعليكم السلام. يعني بيش الدجاج؟ 10000. وين ابو الله اللي ب10؟ اه تفضل، يعني هاي ب10000 دينار. كم كيلو هاي؟ هذا كيلو. يعني الفقير شاكيل والله ما ادري، هاي ب10 هنا. انا هاي ام بيش هاي؟ هاي ب8000. يعني هاي صغيره ب8000. ليش الدجاج يعني بكم رمضان هو يصعد؟ عمي محرم يصعد. حكومتنا جاي يسوون ما ادري ملتهين بقانون سانتيغو، ملتهين بالبوق بالمليارات، وهذا الفقير إلى الله. يعني الدجاجة بشهر رمضان، هذا شهر العالم تقول شهر الخير، شهر الفقير، الدجاجة ب10000 ما بيها حتى نص كيلو. ها باوع، ها شرف ماي الدجاجة ب10000 دينار. والله عم بطلت ما اشتري، اعذروني اعذروني جهالي، ما اشتري ما عندي. أكل اللحم ب14، الدجاج ب10، السمك ب10، وين نولي؟ ما تقول لي خل تسمع حكومة السوداني صعدت الدولار، السوق كله صعد. ومواطن عراقي من علوة حمدان في محافظة البصرة تحدث عن ارتفاع أسعار الفواكه والخضار في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك. قال بأن ارتفاع الأسعار جاء بسبب غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران. دعونا نتابع هذا المقطع المتداول. حياكم الله. هسه احنا حاليا شفنا الاسعار الليله الثالث من شهر رمضان الكريم. علما يعني الاخوه، اكثر الاخوه تعرفنا عليهم اصحاب العلوة، قالوا بسبب شيء مسدود الحدود الشلامشي. هسه البوتيته توصل ويا العموله 800، البيدنجان 850، الرمان 1700 1600. حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العراق وخاصة في شهر رمضان المبارك، علق عراقيون حول هذا الموضوع. منهم من قال كيونس محمد، قال العراق كل المحافظات سعر اللحم ب20000، أما سدير فيقول وين الأمن الاقتصادي، يقصد هنا لضبط الأسعار. أما الجوراني فيقول وما هو دور الحكومة، لا زيادة في الرواتب ولا قدرتهم على السيطرة على السوق، يقول متسائلا. صفوان الجبور يقول إجرام مو طبيعي، يعني من كيلو 10 إلى 20. معنا اتصال سجاد من العاصمة بغداد، ورحب بك معنا سجاد ورمضان مبارك. سجاد هل تسمعني؟ سجاد من بغداد، سجاد نعم. أحمد من العمارة، تفضل أحمد، رمضان مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي أنتم تتحدثون عن قانون سانتيغو. نعم. هذا بالنسبة للقانون هو حفاظا للبرلمان من التشرم. يعني القوائم الصغيره ما تصعد، من تشتت الاراء بالبرلمان. لذلك نعم، لذلك فهم اتفقوا على سانت ليغو. انت تدري شيء هم من اخي احمد. نعم. سانت ليغو كان معمول به. نعم. قبل، وتم تغييره بالانتخابات الاخيره. ليش لعد تم تغييره؟
اذا هو انت مثل ما تقول بانه هو يفيد الشعب او يحفظ البرلمان، لماذا تم تغييره؟ هو هذا البرلمان والان العوده الى البرلمان. شنو البرلمان؟ هو عباره عن مجموعه من اصوات الشعب العراقي. هناك رفض اليوم، هناك تظاهرات، هناك تظاهرات في بغداد، في الناصرية، في محافظات أخرى على السوشيال ميديا ترفض العودة إلى هذا القانون. يعني تمشوا في هذا القانون يحفظ يعني للزعامات الكبيرة من الأحزاب الأصوات على حساب المرشحين الجدد. صحيح. يعني هو الصوت الأصوات تروح إلى 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 إلى, إلى زعيم القائمة. ده زعيم الحزب. هيمنة الأحزاب الكبيرة. زين شلون يصب بفائدة الشعب هذا القانون؟ يعني الفائدة ما تتشتت الأصوات. يعني الأصوات الموجودة بالبرلمان، الآراء الموجودة بالبرلمان، القوانين اللي شرعوها بالبرلمان تكون يعني متفقين عليها الأغلبية فيه. أما إذا قانون الدوائر المتعددة تصعد ناس احزاب صغيره او ناس قليلين من دول الشعوب، تمشف انه بالانتخابات الاخيره هناك عشرات من الاعضاء اللي صعدوا بالانتخابات غير تابعين للاحزاب، فهناك تفسيرات بانه يعني اصرار الاحزاب المسيطره على العمليه السياسيه بالعراق أرادت الرجوع بهذا القانون خوفا من الانتخابات القادمة، حتى أنهم ما يكتسحون ذول النواب مستقلين أو تحت عناوين أحزاب جديدة، لأن هناك عشرات صعدوا. ما تفسر بأنه تخوف من الأحزاب المسيطرة على العملية السياسية حتى يضمنون العملية كلها بصورة عامة هي سيطرة الأحزاب الكبيرة على بقت يم المواطن. المواطن يعجب على الأحزاب ما ينتخبه، ما يعجبه ينتخبه. نعم. ثاني شيء هم من شبعوا سانت ليجو، هم جاي يشرعون بصورة قانونية. يعني هم ما جايين بصورة غير قانونية. الأغلبية بالبرلمان شرعت بأنه القانون المناسب هو سانت ليجو. اللي هم ممثلين الشعب العراقي هم البرلمان، اللي هم اللي انتخبهم الشعب العراقي. وهم صدر القرار من حق الشعب، ومن حق الشعب. يعني هو اليوم البرلمان يعني مو كل قانون يصوت عليه لازم يرضى به الشعب، هم من حق الشعب دستوريا وقانونيا ان يرفض او يقبل هذا القانون او ذاك. هم ممثلين يعني الشعب هو مصدر السلطات. نعم. لا يعني هسه انت عندك على سبيل المثال اخي احمد، عندك في فرنسا قانون التقاعد طلعوا الشعب الفرنسي، أغلب الشعب الفرنسي يرفض هذا الشيء، ما قال لك والله لا والله أنا عندي أعضاء بالبرلمان وهم شي يسوون خلي يسوون، صح؟ والله أنا بالنسبة هذا مثال بسيط وقريب نعيشه اليوم. كل قانون أو كل حكومة يعني على سبيل المثال أنت أخذ إقرار البرلمان قبل سنتين أو أكثر حول خفض قيمة الدينار العراقي، السوى بالعراقيين، هل هذا صب مصلحة المواطن العراقي؟ يعني قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، ارتفاع الدولار هذا مو يم الشعب العراقي ولا يم الحكومة العراقية، هذا ماشي بس أقر وافق عليه البرلمان في وقتها، لكن بالتالي ضر المواطن العراقي وضر العملة العراقية. بس ما حد ظاهر بزمن كاظم ليش شنو سبب؟ لا كلها لا طلعوا الناس ورفضوا هذا الشيء. شلون؟ بزمن كاظم؟ نعم. ما حد طلع؟ لا بزمن كاظم ماكو واحد طلع. تابع انا ما هسه خرجوا من تغير ارجع اكتب على الجوجل رفض الشعب العراقي لخفض قيمه الدينار وراح تطلع لك من قبل سنتين واكثر من سنتين. انا اشكرك اخي احمد من العماره كان معنا. سجاد من بغداد يعاود الاتصال بنا، تفضل سجاد. نعم استاذ. تفضل عيني، رمضان مبارك، تفضل. رمضان كريم علينا وعليكم حبيبي. يا هلا بيك. قلبي ان اكو هواي فساد بالحكومه، هسه الحكومه يعني ايش منتظر من الشعب العراقي؟ يعني فساد، الدولار صاعد، احنا بشهر الخير، شهر الرحمه. نعم. هذا القانون هم اللي يردون يرجعون الفساد للمربع الاول. يعني لا يسعد لا فقير، لا ناب مستقل،
يريد يصعد الكتله مالتهم الفاسده. يعني هم القانون انه يعني تشوف انه تشوف انه العوده الى هذا القانون بعد تغييره في الانتخابات السابقه هو خوفا من الاحزاب الكبيره المسيطره على العمليه السياسيه على مقاعدها في البرلمان؟ طبعا 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 هذا القانون يعيدهم المربع الاول، يعيد المهيمنه مال الفساد. اليس هذا طاهر قالوا هاي انتخابات مزوره؟ هسه هم القانون هذا الجديد صعدوا المستقلين فوق ال 50، هم ايش قد صعدوا مال كل جميع الاحزاب الاطاريه 15 17 15، زين وين الموازنه؟ وين الدولار؟ هسه الدولار فيش؟ نعم. وشكرا لكم. شكرا سجاد من بغداد كان معنا. ابو عمر من الناصريه، تفضل ابو عمر. مرحبا بك ورمضان مبارك. ابو عمر السلام عليكم عمي. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. وياك ابو عمر. وياك ابو عمر يا هلا بك. من الناصريه، شلونك عمي؟ يا هلا بك. شلون تعتك؟ يسلمك. بالنسبه هذا القانون فاسد. شلون؟ يعني هم في التاجر يرجعون على المربع الاولي. زين؟ هذا ما يصير، هذا مرفوضا، مرفوض ابد ما يصير. يعني ترجعون لاحزابكم هاي القدره، زين، على حساب الاحزاب هذا، زين، هذا يخدم الاحزاب، ما يفكرون هم بالشعب، يفكرون بس بنفسهم. ان شاء الله اقول هذا ما يصير ان شاء الله. هذا احنا بالناصيه ما يصير عندنا، خاصه يصير بالمحافظات بالناصيه، ما مرفوض، احنا رفضه، نطلع عليهم دائما. نعم. معنا عم عمر؟ سمعتك. هذا مرفوض جملة وتفصيلا، خلي يسمعوني هاي الأحزاب الفاسدة، جيل ولا يعني كفى فساد، وكفى الكتلة الكبيرة هاي، عيب عليكم، والله عيب عليكم، والله عيب عليكم، حطمتوا الشعب، عيب عليكم. هسه الموازنة قارينها، أنت السوداني قار الموازنة، جيل ولا هاي تنسون العالم وتحطوها بجيوبكم، والله الإيران والإسرائيل والأمريكا وهاي الدول العربية هاي اتحالفت وياكم علينا، يعني كل على شعب العراق، تحطيم شعب العراق عم عمر، جيل ولا من الله ينتقم منكم إن شاء الله بحق هذا الشهر الفضيل هذا نزل على 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 محمد، يعني الله ينتقم منكم إن شاء الله. سويتوا بينا، يعني سويتوا بينا، بس إحنا والله هذا القانون ما والله ما يصير إن شاء الله بقوة الله، ما أقول الله موجود، واحد لا شريك له، والله العظيم، وما يصير وما يصير وما يصير، واحنا وراكم مش زمن طويل اهل الناصريه، تشرين الناصريه وراكم، واي اين هذا الابد القانون بالنسبه للمحافظه مرفوض، احنا ما نطلع عليهم والله. نعم، ابو عمر من الناصريه كان معنا، شكرا لك. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم ملفات هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. العراق قصيدة الشعراء، الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين. عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا، رسموا لمن ورث الثرى آذارا، وتكاثفوا في الغيم حتى يحطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا.
محمد سيدي فاضت بك النعم وليس دونك دين فيه نعتصم. تابعوا برنامجنا أسبوعيا على شاشة قناة الرافدين، بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان. أهلا بكم من جديد. تستمر أزمة السكن في العراق، وعلى الرغم من إعلان الحكومات السابقة عن خططها لتوفير الوحدات السكنية وتوزيع قطع الأراضي السكنية، فإن شيئا من هذه الخطط لم يطبق على أرض الواقع، فيما تزايدت مساحات البناء العشوائي والتجاوز على أراضي الدولة. وفي تصريح لوزارة التخطيط في العراق العام الماضي قالت فيه بأن دراسة لها عن خطة التنمية المستدامة 2030 لإعادة تأهيل وتسوية السكن العشوائي في جميع المحافظات بالتنسيق والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وأضافت الوزارة بأن سكان هذه العشوائيات في العراق حوالي 12% من مجموع سكان العراق، كما أن المساكن العشوائية تشكل حوالي 16% من مجموع المساكن. من جهته قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي نهاية العام الماضي 2022 بأن هناك أكثر من 4000 مجمع عشوائي موزع على جميع المحافظات العراقية، وتتصدر العاصمة بغداد محافظات العراق في عدد العشوائيات بألف منطقة عشوائية تقريبا، وتليها محافظة البصرة ب700 منطقة عشوائية. وفي سياق الحديث عن العشوائيات، رفض أهالي سكان العشوائيات في منطقة كازينو لبنان وسط محافظة البصرة قرار الإخلاء وطالبوا بإيجاد بديل سكني لهم. دعونا نتابع هذا المقطع المتداول. ما مستثمر من البصرة في الكازينو أبد، وقبل عندنا فكرة من يضينا قطع نشيل، هسه بعد ماشي اي والله ننتظر ان الساحرة تبنى وضع، وهاي قعدتنا وهاي موتتنا. لا نعيداني ولا لك، انا اليوم قلت للضباط قلت له هو ما يجيب عشيته وقاتلنا قاتلنا بيكم، وهذا الباب العيداني كفيه شره، وانا احتب على شوف العيدان. ابوه الرجل يقول انا ما لي علاقه بيه، بس احتب على شوف راح يطلع حساب الفضائيه، راح يطلع ويسولف انا وانا. لا تقول انا، والله العظيم اسقاطت على القازين الى ساره وصارت صوابات الاتحاديه سقطت الحكومه، وان شاء الله تسقط على سقوطك على القازين. وفي سياق العشوائيات، تحدث من محافظة البصرة ناشط عن قرار هدم منازل أهالي منطقة كازينو لبنان دون إيجاد بديل سكني لهم. دعونا نتابع ما قاله هذا الناشط. كلا للتهجير، كلا كلا للتهجير، كلا كلا للتفليش، كلا كلا للتفليش. عمي السوداني، الجماعة هنا اللي يندعون بيها الماخذين المالات اللي بلعوا الأراضي اللي يحكمون اللي أخذوا الأخضر واليابس، الخضوا القطع الأراضي الزينة طوها استثمار المتر بألف دينار، يصنفون أهل الإعمار بين هنود وافدين إلى البصرة. احنا نريد من الحكومة المحلية والمركزية أن تلتفت لهؤلاء العراقيين المظلومين القاعدين بقازينو ولبنان. خذيتوكم فترة فلشتوا المحلات وقطعتوا أرزاق العالم، أوتي تسوي لحديقة لا نعالك بسلاح، لا نعاك بطابو، نعاك بس لسان وفرعه. نريد رد، احنا بالنسبة هذا السبوع ان شاء الله نريد رد من الحكومة المحلية من رئيس الوزراء يقول بالنسبة لكم عمي تعويض لكم حال، بس مال انت تجي وتفلجنا وفي مال لا، كيف لك العباس الشفر تدوس علي خلال بالك، كيف لك العباس هاي الشباب كله والنساء كله الشفر تجي تسحق علي انا عايزك انا بس ما اطلع. ناشط آخر تحدث عن أزمة السكن المتفاقمة في محافظة البصرة، وعن ارتفاع أسعار العقارات في ظل غياب الخطط الحكومية للقضاء على الأزمة ومعالجة مشاكل السكن. دعونا نتابع ما قاله هذا الناشط. الموضوع الساخن وهو أزمة السكن،
في العراق بصورة عامة وفي محافظة البصرة بصورة خاصة. طبعا أنا واقف في أحدى الإفرازات في قضاء شط العرب اللي تم توزيعها على الموظفين. الله يوفق الناس ويسهل أمورهم ويبنون. ولكن إخوانكم ملاحظة جدا مهمة، يعني اليوم أسعار العقارات في محافظة البصرة مثلا في قضاء شط العرب تدرون أغلى من دبي لو ما تدرون؟ يعني هالساعات جاي يشوفون قطع مفروزة، ما معقولة أقل قطعة 200 مليون، أقل قطعة 200 مليون. أكو مناطق عندنا صارت ب 350 مليون القطعة، يعني ما معقول أخوان، وين هالحكومة؟ أشو جاي يصير توزيع قطع أراضي والأسعار بارتفاع، بارتفاع كارثي جهنمي. الحكومة المركزية وينها تدخلها بملف السكن؟ مو العالم انتهت بالإيجارات وشي قاعدة حواسيم وشي قاعدة بالشوارع. وحول موضوع العشوائيات علق عراقيون كثر، دعونا نتابع بعض هذه التعليقات. يقول سلام البصراوي: العيداني قاعد بأمريكا والفقراء يفترشون الأرض. أياد الأصيل يقول: أنا خدمت 30 سنة بالدولة العراقية وقاعد إيجار. أما أم علي فتقول: والله المواطن الفقير تضرر والدخل محدود والموظف راتبه 300 ألف، نطلب شك واحد نفوسه البصرة نطي قطعة أرض حتى ينقذون هاي الشريحة. عباس البيات يقول: هاي كلها بسبب الدولة، لو الدولة مخلية قانون صارم وتحدد سعر القطع والعقار بصورة عامة لما اتمادى أصحاب العقارات. معنا اتصال أحمد من مصر. أحمد رحب بك ورمضان مبارك. الله يبارك فيك أستاذ عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام. وحييكم وحيي القناة الكريمة والكادر الطيب. أهلا وسهلا. والسادة المشاهدين الكرام وكل عراقي شريف. الله يسلمك. يا الله أستاذ عمر، أنا قلبي محروق على البلد دي، على العراق. نعم. والله العظيم، لأن البلد الواحد قلبي محروق عليه. يعني ليبيا كانت زيكم برضه، كانوا عايشين الليبيين وقعدوا يقولوا كذاب وكذاب، يقعدوا زي العراقيين. فأنا محروق على البلد دي. بالنسبة للبنية التحتية اللي في العراق، ناس فشلت، ناس مرتزقه جابوهم، قال لك النظام الدكتاتوري والنظام مش عارف ايه وايه. بقى لهم 20 سنه بيقولوا النظام الدكتاتوري، ما مالوش مستشفى. يعني عندك البنيه التحتيه بالعراق متدمره من ايام صدام، لما كان المصريين بيعمروا في البلد وكانوا عاملين بنيه تحتيه صح، فبوظوها. ما فيش من بقى لها 20 سنه بلد خربت ونابوا خيراتها العالم المرتزق اللي جابتهم امريكا. اما بالنسبه للنظام السوري، اما الشعب السوري بقى على بشار الاسد العميل، وقعد يقولوا ان الشعب السوري عايز حريه ويريد ديمقراطيه ويريد عداله اجتماعيه على ابسط حقوق بالنسبه للانسان. جه النظام الدكتاتوري بتاع بشار الاسد ونظامه الفاشل وحزب الله اللبناني بتاع اللي كان بيتذكر بيقول لك انا راجل مقاوم وراجل مش عارف ايه، ويضحك على العرب وضحك على الشعب السوري، واللي يجي يتكلم. والجولان السوري محتل يا استاذ عمر. نعم. بقاله 30 سنه ولا 42 سنه محتل الجولان السوري، ما ضربش طلع على الكيان الصهيوني وقال له ده دول مرتزقه، دول بينفذوا الاجنده الاسرائيليه يا استاذ عمر، كلهم مرتزقه وعالم. اعوذ بالله. وشكرا يا استاذ عمر. معنا نذهب إلى ملف الخدمات في العراق ومن المقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر ناشط من البصرة مقطعا يبين تهالك الشارع المؤدي إلى معرض البصرة الدولي الذي جرى تعبيده مؤخرا، فلنتابع. طريق اللي هو يربط معرض البصرة الدولي بمنطقة الأكاديمية البحرية والنجيبية والمؤدي إلى قضاء شط العرب، مثل ما جاي يشوفون الشارع. هاي المناشدة إلى بلدية المعقل أنه لابد تأخذ دورها بشكل حقيقي وتؤدي المسؤولية الكاملة. هذا الشارع بسبب الإهمال، وطبعا مثل ما جاي يشوفون بوريات مال الماي ضربت جو التبليط وانهار التبليط بالكامل تماما. وهذا الشارع تبلط حديثا، يعني هاي المنطقة اللي توزعت إلى الشركة العامة للموانئ العراقية. شارع حيوي ومهم، وزخم واختناقات مرورية خصوصا العصر وبالليل تحدث، ولا وجود ولا أي دور لبلدية المعقل للأسف الشديد. هاي المناشدة نتمنى أنه توصل. شوف الشارع شلون وضعه مأساوي جدا،
هاي السيارات والمواطنين محتارين منين يعبرون. هذا وضع الشارع، هذا وضع الشارع. على الأقل معالجة للشارع، يعني حرامات هاي الشوارع والأموال اللي تصرف على التبليط، ما صار لسنتين متبلط هذا الشارع، وضعه جدا مأساوي. ومن ذي قار شكى ناشط من هناك حال الطريق الدولي الرابط بين الناصرية والسماوة، قائلا بأنه رغم المليارات التي تم تخصيصها لإعادة أعمار المحافظة إلا أن هذا هو الحال الذي سوف نشاهده في المقطع الذي صوره. مثل ما شاهدون هذا الشارع هو عليه القطيعة، فاليوم شفنا هذا الشارع فالشباب وقفوني يبدون يشوفون شنو اللي جاي يصير. هاي مسؤولين رئيس وزراء، وزراء قاعد يجون الناصرية، مدخل الناصرية، هاي مداخل الناصرية، هاي مداخل الناصرية، هاي فلوس صندوق الاعمار، هاي ما خصم محافظة ذي قار، ما يشوفون وين وين مدير الطرق وجسم محافظة ذي قار، تعال 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 منا حول منا فيهم منا، شارع كله محفر، شارع كله محفر، ماكو مسؤول يجي، ماكو مسؤول يجي، بحيث تعال يا محافظة ذي قار قاعد تشوف هاي الشوارع كلها محفرة، شوف هاي الشوارع كلها محفرة، نقل معاناة. يعني انتم ما تجون مسؤولين حسب الغسق، شوف هالشارع محافظ، ما تجي تشوفون انتم هاي الشوارع كلها محافظه، كلها محافظه، شوف 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 في هاي الحادث سار هذا قبل شوية. هاي ما شركة أمنية. هاي قبل لحظات طبعًا. اليوم يا مسؤولي معاوز ذي قار، مدير طرق وجسر معاوز ذي قار، يا وزارة الإعمار والإسكان، تعالوا شوفوا معاوز ذي قار. يعني أمس وزيرين معاوز ذي قار ما شافوا، قال أبويا شين الإعمار، طريق دولي هذا، من دون طريق الدولي الناصرية محفر طريقه، من دون طريق الدولي الناصرية محفر. تعال شوفوا الروطان هذا الروطان فعل كشور، هذا شور. وحول ملف الخدمات في العراق، تعالوا نتابع بعض تعليقات الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي. عدنان يقول كل سيارة دور وتنتقل ملكيتها يأخذون فلوس طرق وجسور، وكل عقار يتداور أو يباع وشارع مبلط يأخذون فلوس التبليط، وين تروح هالفلوس وفوقها ميزانية الطرق والجسور من فلوس النفط؟ يقول كارثة. أما حميد فيقول شركات حرامية بدون حسيب ولا رقيب، المفروض الشركة تتحاسب لأن لازم أكو مدة ضمان لعملهم، والمهندس المقيم يتحاسب وجهة التعاقد تتحاسب كذلك. علي حسين يقول بسبب الرشاوي وماكو متابعة من الجهات المختصة. سيف علي الغالب يقول كارثة فساد وسرقة أموال الشعب. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. برنامج جديد نلقاكم فيه كل يوم إن شاء الله، نتذكر فيه معا أياما من رمضان، نعيش فيه مع معارك وأحداث، نتذكر مرة نصرا عزيزا، ونتذكر مرة أخرى درسا قاسيا، نحاول أن نتعلم من هذا ومن ذاك. هي معركة من عجائب المعارك، لأن هذا الجيش القليل الذي يقوده طارق بن زياد استطاع أن ينتصر على الجيش الهائل الضخم الهادر الذي كان يقوده لوذريق. في هذا البرنامج في هذه الأيام تنقلنا وتقلبنا معا في أروقة رمضان مع شخصيات ومعارك وأحداث متنوعة التقطناها من تاريخ أمتنا العظيمة. كانت الفكرة أن نعيد التذكير بأنه يعني أمتنا عاشت طوال 1300 سنة تحيي رمضان بالمزيد من العبادة، المزيد من فعل الخير، التكافل، التزاور، التراحم، الاجتماع على القرآن وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان فيه ثلاث فرص غالية، كل فرصة منها تكفر الذنوب. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد، ونذهب إلى فقرة الهاشتاج. أنقذوا علي نعيم، مغردون وجهوا دعوات لمساندة الجريح علي نعيم وهو أحد متظاهري ثورة تشرين من الديوانية، أصيب بدخانية في منطقة الرأس في عام 2019 خلال مشاركته في التظاهرات بساحل التحرير بالعاصمة بغداد، وناشدوا من أجل تقديم العلاج له. دعونا نتابع بعض التغريدات على تويتر تحت وسم أنقذوا علي نعيم. هنا التويتر، دنيا تقول: علي نعيم متظاهر عراقي أصيب بتاريخ 12/2019 في منطقة الإصابة، تقول منطقة الإصابة الرأس، تقول: علي أخوكم أيها العراقيون ويحتاج وقفتكم، وأنتم أهل بهذه المواقف الطيبة. مثنى النعيم يقول: نطالبكم باسم الإنسانية أولا وتشرين ثانيا بمساندة جريح الديوانية علي نعيم، أصيب بالدخانية في منطقة الرأس، المكان ساحة التحرير. محمد السراي هو الآخر، غرد وقال: نحن مجموعة من الوطنيين العراقيين، وبالتعاون مع مجموعة دعم جرحى تشرين نطلق اليوم حملة إنسانية لإنقاذ الشاب الجريح علي نعيم البالغ من العمر 22 عاما من أهالي الديوانية، والذي أصيب بدخانية في رأسه في احتجاجات انتفاضة تشرين 2019 في ساحة التحرير، وفقد جزءا من عظم جمجمة الرأس. نور تقول: حملة أنقذوا علي نعيم، منذ انطلاق حملتنا قبل 24 ساعة تم جمع تبرعات $1,575 منها $1,000 من امرأة عراقية في أمريكا، و235 دولارا من عراقيين في السويد، و190 دولارا من عراقيين في الدنمارك، و150 دولارا من عراقيين في العراق. تقول: كل الشكر والتقدير للمتبرعين. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة بغداد بشكل خاص والمحافظات العراقية الأخرى، والتي وصفت بالجنونية في مستويات غير مسبوقة. دعونا نتابع هذا الانفوغرافيك الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي. إذن تحدثنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين حول العديد من الملفات، وكان من أبرزها ملف قانون سانت ديغو والتظاهرات التي تترافق في هذه الأيام واليوم الرافضة لإقرار هذا القانون. هذا القانون هو كان معمول به في الانتخابات السابقة وتم تعديله في الانتخابات الأخيرة، ولكن اليوم الأحزاب السياسية داخل البرلمان تحاول العودة بهذا القانون، والذي يعني هو يعتبر مشروع، والمشروع تم التصويت على 7 فقرات من هذا القانون اللي هو ب 15 مادة. يعود هذا القانون في حال إقراره بشكل كامل بنظام العمل بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة، وإلغاء صيغة الدوائر الانتخابية المتعددة
المعمولة في القانون الحالي. طبعا هذه مثل ما أشرنا بأن هذه التطورات تأتي بعد أن صوت البرلمان في 20 من هذا الشهر في ساعة متأخرة، صوت على 7 فقرات من هذا القانون. هناك رفض شعبي خاصة من ما يطلق عليهم بالنواب المستقلين داخل البرلمان، تقريبا عددهم 50، وكذلك من أعضاء التيار الصدري الذين حصلوا على الأغلبية في البرلمان، 73 مقعد من أصل 329. تحدثنا كذلك عن موضوع آخر وهو العشوائيات في العراق وتفاقم هذه الأزمة دون إيجاد حل حقيقي وجذري لهذه المشكلة التي تتفاقم وتتوسع. بغداد فيها أكثر من 1000 عشوائية، البصرة تليها ب700 عشوائية كذلك. استعرضنا معكم مقاطع من محافظة البصرة لرفض أهالي لمنطقة كازينو بغداد إخلاء منطقتهم. هذه يعني من الأمور التي تتفاقم بعد عام 2003، وتتزايد هذه المناطق العشوائية بسبب ارتفاع عدد السكان وكذلك عدم قدرة السكان على شراء الأراضي التي استعرضنا قبل قليل انفوجرافيك حول ارتفاع أسعار العقارات في العراق. وفي نهاية الحلقة نقول لكم تقبل الله صيامكم وقيامكم، وإلى اللقاء بإذن الله.